أبو هريرة فرمي أفرتي شرش بيس أبو كانت تقوم المسجد مزقوتي خزمة ذاك لزماني بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني بيكسبو داما أبو نوعي إذا كان أخوش بيغمر صلى الله عليه وسلم دش وسرداني شوي كان فرمي أقا دار من أمان لواسط حالك يزور ناس جي جيدة لو الروايات ما هي روايتي كان فرمي هل شو مرت قلت يعني سابي عمر صلى الله عليه وسلم بارشيوي كردو لواشي او انده هلاك بو امرو خيو اليك وتبه بانا شين خبري نكينو خو ما نيجي لسر كينو كفن دفن يكينو توا روايتي دوما فرمي بروج بو جا ابن حجر عادتي شي هي الي اقد دو روايتها وبمشي ويا لواشي دو جارم شر ويابي شرني يحادث ثبت أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أريا وهوالي أو أفرت الشي بس هذا مش يوم لا فاتي كدو كفن مان كدو نجمع لسا كدو ناشما فرمي أفلا كنتم آذنتموني أي بو من تانا قادرنا كردو هسني الله لقال مورن في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أماني لقال خوي برد فرمي دلوني على قبرها هذه قبرك من الشان ده فدلوه فصلى عليها نيجي لسال كرد طبعا قبلك اللي شوابو اللمسة اللي قبل سام قيت قبل تي كان ابو في عصم اللي روسته اجينا فرمي همو سرزوي شويني نوجا الا المقبره ناو قبل سام حرام ان يشتغل متياي اجا نيجي جنازه زبي اجا لسي شي نكرابي علماء فرمي الا مقر قبلك اللي لم فر روبيت ما دام هيش قبلي بملا ولا ونيت وبران بريت اتواني اللي وكاتي اوكو ام حديثها فرمي نيجي لسرقي كما تم الدليل شل السلوي قال ليش حتى نيجي شي لسر كلابته نيجدنا كربي دتواني بشي لاي غورك اگر بو زوري بن نيجي لسر دوي فرمي وشان فرمي بو من ثانا قادر نكدو وشان كنت قائلا صائما فكرهنا ان نؤذيك كما خوش نبوت توشي اجيتك انت توش بثاقت بروجو هلاك بي كان يجي لسر فرمي ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها ام غورانا پر پر تاریک ابو خوان کانی یعنی زور تاریک نه بر و این الله عز و جل ينويرها لهم بصلات عليهم خوای گوره مهربانیش بنیش کردنی من لسیان یچیه به نو قبر کانی بو روناک دکاتو کاتو بو یعنی چی جنازش گدنگ فلا تفعلوا یتلیر بدو کاری و مکن لا اعرفن ما مات فيكم ميت هر کس یمل نیوان تانا ابي اگر من لیر بوم بیم آقا دارم کنم و تامن بیم نیجی لسر بکم چون که فین صلاتی علیه رحمه چون که نیجی من دبیت رحمت و برکت بیم